السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف يعني دراسة جدوى ونموذج آخر لأوضة تم بنائها على السطح لغرض تربية الكتاكيت المنزلية. الأوضة طبعا مساحتها الأوضة اللي أمام حضراتكم دي مساحتها 3.5 × 3.5، يعني تقريبا من 10 ل 12 متر، يعني تقريبا. الأوضة طبعا هنا بتختلف، ان هنا معمول لها عروق خشب، وطبعا العروق الخشب هنا طبعا تكلفتها اعلى او اغلى من الفيديو السابق اللي كان فيه العلب حديد. هناك كانوا 5 علب كانوا عاملين حوالي 300 جنيه، ابن قال لهم 350، هنا لأ، العروق الخشب العرق الواحد ب 150 بنقلهم، يعني احنا بنتكلم في 700 جنيه. ولكن طبعا العروق هنا عروق قوية جدا وخشب كويس، وعروق طبعا جديدة مش مستعملة. وهنا بنقول ان احنا ممكن بدل ما نجيب العروق جديدة ممكن نجيب عروق مستعملة عشان تبقى اوفر. وطبعا الصاج هنا برضو معمولة بصاج، برضو لوح الصاج هنا 5 متر ب 250 جنيه. طبعا هي تكلفتها قريبة جدا من الفيديو السابق في التكلفة، ولكن هنا التكلفة مرتفعة شوية، قد تصل ل 3500 جنيه. الأوضة اللي أمام حضراتكم اللي هي في حدود من 9 ل 12 متر ديت تكلفتها 3500، على اساس ان الخشب جديد واغلى من العلب الصاج. والاوضه طبعا هنا متقفله تقفيل كويس وتقفيل محكم، شايفين مفيش فروق هنا، ومعمول شباك. الاوضه هي فيها شباك بحري وشباك غربي، وفي باب طبعا للاوضه. فالاوضه هنا تقفيلها افضل، وطبعا الميل ميل قوي خالص، يتعدى 10 سنتي نازل كده علشان هنا، بس الميل هنا طبعا بيحدف على السطح لان الاوضه ديت في منتصف السطح. فطبعا دي تكلفه الاوضه ديت، البناء بالطوب بالاسمنت بالخشب 3500 جنيه تقريبا. طبعا لوح الصاج اللي امام حضراتكم دوت 5 متر طوله عامل 250 جنيه، ولوح الخشب دوت طوله 4 متر عامل 150 جنيه. وطبعا الطوب والاسمنت والبنى وكل حاجة تقريبا 3200، مع فرق الخشب عن العلب الحديد بنتكلم في 3500 تكلفة هذه الأوضة على السطوح. طبعا بصرف النظر هو الصاج حلو ولا وحش، احنا بنتكلم في تكلفة بناء على قدر يعني ايه، او على حسب امكانيات الشخص اللي عملها. في ناس ممكن تعمل خرسانة، في ناس ممكن تجيب اسبستوس، في ناس ممكن تعملها ببولي اسيلين، في ناس بتعملها ببوص، ولكن احنا بنتكلم في تكلفة اوضة بمواصفات تم انشائها. طبعا في برضو في احنا في 2020 شهر 8، ولكن هنا بالخشب. الفيديو السابق كانت بالعلب الحديد، بنشوف اهوت يعني البناء بناء كويس والتقفيل اهوت، ادي باب طبعا ما فيش فيها ابواب، والميل ميل واضح خالص، بصوا نازل ازاي عشان طبعا المطر وعلشان اي حاجة. طبعا لابد ان احنا نراعي ان ما يكونش في فوارغ بين اللوح واللوح، يكونوا ماسكين على بعض، وما يكونش في خرام زي الخرام ديت. لو في خرم زي دوت نحاول نجيب اللوح على الخشب ونحاول نقفله بأي حاجة، بخرطوم مثلا وندق عليه بمسمار او اي حاجة، علشان المية ديت تضر اي حاجة ممكن تكون في الأوضة. شكرا لحضراتكم، ويسعدنا الاشتراك والمتابعة في قناة مهندس صبري غازي.